سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في الحديث الصحيح عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Thank you.
يا سلام على الله. ما أحلى الله، ما أحلى الله عنهم حيث يسترني. أي والله يا رب حنين يستر عبده كم مرة كثير ونحن لا نبتلى. إذا الستر نعمة من الله يسترك، بل إن الله يشجعك على الستر. ربنا ما يحبش الفضيحة لحد، هذا دينا كلنا ما يحبش حد يفضح حد. شوف تعاونك مظهر على الفيس، تويتر، ماسنجر، يوتيوب، في المجالس، في الغفار، في البيوت، في الشوارع، استر تنميه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبد في الدنيا الا ستره الله يوم القيامه. وجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اني قد رايت فلان يفعل. فالنبي يقول: هلا سترته بثوبك؟ اذا كنت تغطيه يا اخي ستر. يا سلام، بل ان عبدا لم يظلم. انت لو عملت ذلك وسترت على نفسك ربنا يغفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امتي معاذ، يعني يخش في العهد بتاع ربنا، إلا مين؟ إلا الجاهلين. يبيت أحدهم بستر الله عليه ثم يصبح فيكشف ستر الله. يتباهى كده، يقعد وسط الزملاء يقول: ده أنا عشية مش عارف إيه عايز. عيب أنت تقعد في بعدك كده تقول: أنا برفع الإزازة عشان ما أخلي فيها نقطة ومجاعة زي ده. عيب عيب ربنا ستر. عيب إن أنت تيجي في الشارع وتولع شيش فربنا ستر. عين واحد وكانت فضيحه في الجو، انت بتتعرض ليه كده؟ فالله يحب السدر. واعظم اوقات السدر في الدنيا عند الموت، اكثر حاجه يعني، لان الساعه اسمها ساعه الكشف. ربنا يسترنا جميعا. الواحد لما يموت كده ربنا يستر الواحد يبقى خالد احسن من الساعه الكشف. فاكثر حاجه لذلك احرص عليها ان ربنا يسترك عند الموت. يستر الله يسترنا جميعا. وكذلك ايضا في الاخره بقى عند البعث. ليه؟ طيب من مات على شيء بعث عليه. بعث عليه يا اله. ميت في حاله الجار، كل الناس تشوفه قالوا جاي من حاله الجار. يا رب عافينا. ميت كان بيشوف تلفزيون، بيبص في التليفون على مقطع مش كويس، مات. يبعث يوم جاي شوف ما صدرش نفسه. وكذلك ستر الله علينا ليس له حد. كم مره كنت مديون ومش هرد تقول لاخوك؟ كتير. مين اللي سترك؟ الله. انت ممكن تتكسف تيجي قدام ابوك، امك، اختك، اخوك، زوجتك وتقول: والله العظيم انا عملت ذنب كذا، انا محتاج كذا. تبقى مكسوف، لكن اقفل على نفسك الاوضه كده واسجد، قول كل حال: الله يستر يا رب. انا لما اقر من يديك اقر بخطاياي بين يديك، فاغفر لي خطيئتي يغفرها لك. اخر كلام: اللي يستر يستر، واللي يكشف يقهر فقط الله. رجل يحكى عنه انه كان يرابي، كان يتعامل بالربا، وكمان قيل انه كان يشرب الخمر. طب راح بلد زي الفال اللي هو مش شنو فال، قسم من هذا من شنو جاي. وهو جاي من القدر كده لقى شويه قلب بيلعب، شويه قلب بيلعب. تخيل واحد مش هنا وجاي من على القدر داخل لقى شويه قلب بيلعب. الان لما هو جاي يقول: يا صبيان يا صبيان. الان بيقول له عليها كده: ايه الان؟ يا صبيان العبد. الرجل ده اللي يصل احنا نقعد في السحور. الرجل لما يمشي الجبل كده قال: يا ربي عصيتك حتى صارت فضيحتي على لسان الصغار، اشهدك اني اتوب اليك. ارجوك ان اتوب.
ورجع وتاب وتخلص من كل الحاجات اللي كانت بتربطه بالمعاصي، تلف الايام ويروح بلد تاني غير مفاد خالص بقى، تقول الجنوب هم الان غير مفاد. وبنى هيشوف بعد ما تاب دخل جن كده ولا دخل آب، وبرضه سبحان الله قال لله بالله شويه قوم يقولوا يا صبيان يا